بكم في 7 دكتورز. السمنة مرض زي أي مرض، بتصيب الكبير وبتصيب الصغير، بس في السن الصغير اللوم كله بيبقى على الأم، مع إنها ملهاش ذنب في أي حاجة. هي بتعمل أكل كويس عشان تغذي ابنها، بس مطلوب منها برضو إن هي تحرم ابنها عشان تحافظ على صحته. فهي كده ما بين نارين، هي ولا عارفة تغذيه وتكتر في الأكل وتخدم على ابنها بالصورة الصحيحة، ولا عارفة تحرمه، وبعدين الحرمان ده ممكن لأنها مش دكتورة ومش فاهمة يعني إيه تغذية صحيحة، لأن كلنا أكيد مش فاهمين الصح والغلط زينا زي الدكاترة، ولكن ممكن الحرمان ده يقلل التغذية عنده، ممكن يقلل النمو خصوصا لو هو لسه صغير، ممكن يأثر حاجات تانية كتير. هنا بقى الأم بتحتار، والأم دايما الشاطرة الناصحة بتعمل إيه؟ بتروح للدكتور، هو اللي بيقول لها ايه الصح وايه الغلط. وانا دايما بشوف ان الام المصريه او الام العربيه لما بتعمل كده بتبقى ست اصيله، عقلها متفتح، هي خايفه على ابنها بصوره صحيحه، ولما تختار كمان دكتور شاطر يبقى هنا بقى ست مثقفه، هي عارفه هي رايحه فين، هي عارفه ان الدكتور ده دكتور تغذيه علاجيه، انا ابني احافظ عليه من اي خطر، انا اروح للدكتور، انا اشوفه، انا اكشف عنده، اشوفه هيقول ايه، اشوفه هيطمن على صحه ابني، هل ابني نقص عنده نقص فيتامينات، هل ايه السبب، في سبب للسمنه المفرطه اللي عند ابني، مش كلنا عندنا سمنه مفرطه بنفس السبب، في سبب مختلف. النهارده ضيف فقرتنا اللي منورنا دايما واللي عامل انجاز كبير بقى مع سمنه الاطفال وسمنه صغار السن ومحقق نجاح كبير جدا، انا بروح عنده المركز الصغيرين زي الكبار عنده، يعني الزحمه ما نعرفش نفرق، مش ناس كبيره بس زي الاول مثلا عارفين اللي بيهتم بنفسه الكبير بس، لا انا بلاقي، وبعدين بلاقي في اطفال قد كده اللي هو ما بين 7 سنين 6 سنين الام ما بترضاش تسيب ابنها زي زمان. وانا طبعا بحيي كل ام مصريه، زي طبعا اللي منورانا النهارده استاذه لولا مامة محمد، اهلا وسهلا بيكي. واهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا فندم. وطبعا بالاسطوره في انقاص الوزن دكتور ماجد زيتون. يعني حالات كتيره جدا، الافات من الحالات، كبار وصغيرين، الكل بيشهد لحضرتك بالنجاح الكبير. الله يخليك، ده مزور. خليني ابدا مع حضرتك في قصه الام اللي هي يعني ما بين نارين دي. هي مش يعني، هي القصه كلها يعني مع احترامي كل الكلام دوت، هي دايما الام عايزه تشوف ولادها في احسن حال، يعني حدش بيتمنى يكون حد احسن منه اكتر من ايه، من ولاده. صح. انا لو ليا خبره في المجال طبعا اكتر من 20 سنه، انا فاهم الام المصريه فعلا عايزه تشوف ابنها جسمه رشيق جدا، يتمتع بصحة، يتمتع بنضارة في البشرة، في الجلد، في الكلام ده كله، ودي أمنية حياتها. أما تلاقي ابنها في فترة معينة نتيجة برضو عادات غذائية أكيد غلط طبعا، بغض النظر عن الجزء الوراثي لأسباب السمنة، تلاقي ابنها زاد وابتدى يزيد بصورة متلاحقة على طول معايا، يعني زي محمد مثلا لقيته يعني جاي لي مثلا من 3 شهور كان وزنه 100 كيلو. فأكيد الأم لما بتشوف ابنها يعاني من هذا الوزن، وانا فاهم لو ليا خبره في المجال ده قد ايه الام بتتاثر بشكل ابنها لما يكون مليان، يعني ممكن توصل انها ممكن بالليل تعيط على ابنها، وانا عارف الكلام ده يا ام محمد. صحيح. يعني انت واخده بالك من غير ما تقول لي ان دي خبرتي مع الاف الحالات خلال خبره 20 سنه تمام. فشايفه بتتالم من منظر ابنها نتيجه العادات، فهي عايزه تخلصه من قفص السمنه، خصوصا ان محمد كشاب عمره 16 سنه ولا عارف يخرج ولا عارف يلبس، ومشاكل رجليه ابتدت تظهر بسبب الوزن، وانا دايما اقول السنه مش مرض، ده ام الامراض كلها معايا. فهي عايزه تتوجه لدكتور في عياده كاستشاري علاج سمنه يكون من السمعه او من الخبره ان ينقذ ابنها من قفص السمنه اللي محبوس فيه. صح. من خلال علم هيتكتب على ارض الواقع. محمد اكيد انت الاول مش واخده بالك، ومره واحده الدكتور بيقول 100 كيلو. انا فهمت ان عمره 16 سنه، يعني برضو صغير لسه. بينضج يعني. صح. لسه في مرحله المراهقه والشباب. ايه اكتر حاجه لفتت انتباهك غير الشكل؟ يعني انا مثلا مش قادر يمشي ولا، وعلى طول اكل اكل، طب مش نافع الصراحه.
يعني لقيتيه بياكل كتير اكتر، مش قادر الموضوع يمشي ولا عارف يركب اوتوبيس ولا يروح المدرسه ولا الكلامات دي. كنت بزعل عاجي جدا واقعد اعيط عليه فعلا. ايوه الدكتور، ايوه طبعا مع الافات من الحالات. انا كنت بشوف يعني اخواتي معاهم عيال بس كانوا رفيع يعني رفيعين وحلوين خالص. هقول اي صورته معانا. يا ريت يا ريت. اي صورته معانا على الهواء، اتفضلي شوفيها هنا وهنا. هي معايا. عرفتي اللي هو خلاص وبتعيطي يعني عليه بالدموع. انت كنت تتمني نشوف اي طفل رفيع ان ابنك يكون زي انه ابني يبقى زيه الصراحه. طيب كنت بتعيطي بالدموع وقلنا خلاص انت زعلانه على ابنك، ايه اللي حركك؟ اللي حركني الصراحه انا بشوف الدكتور عيادتي الدكتور جارتها يعني في التلفزيون وانا بسمح كده يعني كنت في التلفزيون. فلقيت عيادات دكتور مجيد زيتونه وفي ناس بتخس والصور شفتي كده. الحالات معايا شفت قلت ده جميل يا محمد تعالى نشوف. تعالى نشوف يا محمد الدكتور مجيد ده، طب قول لي فين بالظبط واحنا نروح له. اوكي فاتصلنا بحضرتهم الصراحه في العياده. فردت علينا استاذه قالت لي في الساعه كذا واليوم كذا. خدتي بقى الميعاد وقتي؟ اخدت الميعاد بس لما لقي وزنه كده استغرب الدكتور ماجد. طب كان نروح 100 كيلو. نروح لمحمد 100 كيلو يا محمد. ال 100 كيلو دول بصراحه وماما قاعده بس احنا هنخبي وشها والناحيه الثانيه من اكل ماما ولا بصراحه زي الشباب دلوقتي الاكل بره وال كتير هنا وهنا بقى؟ تسالوا اصحابي يعني اصحابي كلهم عارفين. انا كنت باكل معاهم بفطر معاهم الصبح ببقى فاطر في البيت شاي بحليب وبصمات وبروح المدرسه بفطر معاهم يقولوا لي تعالى نفطر نروح افطر فيلا. انا مش خسران حاجه هفطر سندوتشين لا بزياده يلا خمسه سته وباكل كتير. لقيت نفسك كده اتسرقت يعني اللي هو عمري راح مره واحده. عمرك راح؟ بص 16 سنه يا دكتور بقول عمري راح. مش همشي احلى سنين حياتي مش قادر تمشي بفضل الدكتور ولا اقدر اجي ولا اعرف اضرب مع اي حد ولا اعرف اتخانق ولا اعرف اي حد. ايه ده احنا مش عايزين نضرب يا محمد ونتخانق، احنا مش كده. احنا ولا بنضرب ولا بنتخانق، احنا بنتكلم بالتفاهم دي احسن حاجه في الدنيا. صح. القصه ان سن حياتك مش سن حياتي. اوعى اكون خاسس عشان تضرب، دي مشكله يا دكتور. انا واحد اهو ما كنتش بعرف اروح صورتك صورتك على الشاشه يا محمد قبل وبعد. لما ماما قالت لك، ماما اللي قالت ولا انت اللي قلت بقى؟ مين اللي قرر اللي انت تروح؟ لا ماما هي اللي شجعتني. ماما الصراحه وهو برضو قلت له اهم حاجه تساعدني يا محمد. قال لي حاضر. يعني هو وافقك؟ ايوه الصراحه. حلو قوي. عشان خاطر منظري انا، منظري يعني ما كنت بتريق وكنت بتعرض العيال بتتريق عليه فعلا، كانت بتسميني اسامي يعني مش اسمي. يعني كانوا متنمرين عليك؟ متنمرين ويقولوا لي يا كذا يا تفاهه يا مش عارف. زي الفيلم اللي هو بتاع محمد هنيدي الطفل اللي كان معايا. بس بتيجي على يعني بتيجي عليا نفسيتك طبعا بتتعب. انا يعني اولا عايزه اقول لك انت الاول الف الف مبروك. الله يبارك على صحه ابنك. الحمد لله الحمد لله. ده فضل ربنا وفضل الدكتور ماجد. طبعا طبعا. انا انصح اي ام ابنها او بنتها او جوزها او اي حد من طرفها يكون عاوز يخس وعنده اراده يروح لدكتور ماجد الزيتونه. يروح لدكتور ماجد الزيتونه بس. عايزه اروح لدكتور ماجد بس اتفضل. خليني اقول لمحمد انا ينفع يعني لو ينفع يقف، مش عارفه ينفع نسال مخرجتنا الجميله ينفع يقف من هنا؟ اقف في مكانك كده يا محمد. بصوا بقى شد الايوه انا بس لا. بصوا يا جماعه فلات احنا شفنا شكله هنا هنا. انا بتكلم في نقطه مهمه قوي يعني. اقعد يا محمد ميرسي. ان ده انقاص الوزن الصحيح، مش انا بنقص عضلات وبنقص حاجات كده ميه، فطبعا كل مكان متكتل هيفضل في مكانه. لكن التغذيه الصحيحه وانقاص الوزن بالصوره الصحيحه هو جاب بطنه الطبيعيه. هو رجع، انت رجعت بطنه. اكتر حاجه بتعجبني انت عارف بعلق عليها من زمان قوي قوي الموضوع ده، اصلي حساس جدا مع كل الناس. لان يعني انا لو جسمي حلو بصراحه وفي بطن انا ولا كاني عملت حاجه. صح هقول لك. طب يعني عايز اعلق على الكلام ده ولا بص انا هقول لك حاجه. يعني انا متعود في يعني هو طبعا توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ويا رب يكون فعلا يعني يكون ربنا اداني العلم ان ارجع الناس الحياه. يعني انا يعني سيب يعني مع احترام طبعا الحالات اللي بجيبها اللي بتدي مصداقيه العلم اللي ربنا وفقني بيه. يلا. اسعد لحظه في حياتي زي ما قلت لك ومراره وتقول لي معايا ان اوعد وانفذ، ودايما بدعي ربنا ان كل وعود يكون صادقه. صح. وانا فاهم يا رب يكون صادقه ان طالما في علم انا بديه. يعني انا قلت يعني انا شغلتي انت عارف انا ولا بتاع جراحه ولا بتاع عمليات ولا بتاع علم يكون ناجح ربنا وفقني فيه ان انزل كل الدهون اللي في جسم البني ادم.
على مستوى كل الأعمار، على مستوى كل المشاكل الصحية اللي ممكن تقابل الطفل. بس دايما أقول كلمة، جايز التميز عندي بتوفيق من عند ربنا، إن اللي ينزل 40 كيلو عندي أو داخل على 35 كيلو في 3 شهور وبصحة وبالنضارة بالكل اللي دخل بقى علم، فأنا فاهم التوجيه الناجح من ناحيتي. يعني ده دوري كدكتور ماجد زيتون، إذا وجه الناس توجيه ناجح جدا بحيث يبقى في مكان على طول شغال بالبلدي كده، عمال يكسر خلايا الدهنية بلا مضاعفات بلا رجوع، وأضيف للبشرة والنضارة للحاجة واحدة، إن ده اللي بيخلي عيني يكمل معايا. يفهم يعني كطفل صغير لو من أول يوم أنا بديله منظومة خطأ كروجيم مش ناجح، أو روشتة طبية مش ناجحة، أو جلسات مش ناجحة، هيعرف يكمل معايا؟ هيسيبني. فبتدي المصداقية، ما ينزل معايا 35 كيلو في 3 شهور بازيل وش والنضارة ويكمل معايا، والأم بقى ملاحظة في البيت إن ابنها أكثر إيه؟ صحة وأكثر نضارة، كمل مع الدكتور ماجد. فده الوطن الناجح اللي بنقول عليه، حسن التوجيه من ناحيتي، حسن الإرشاد، وحسن بس الالتزام من الشخص اللي بيجي لي. والنقطة اللي هضيفها بكل أمانة مني إن يا رب الناس اللي يجوا لي يبقى عندهم ثقة في ربنا سبحانه وتعالى في مصداقية الأدوات اللي بشتغل بيها. يعني ممكن هو بيعمل الدايت بتاع الدكتور ماجد أو الرجيم الناجح اللي بديه أو الرجيم يبقى واثق إن أنا ناجح كل أسبوع. صح. واثق في العلاج الناجح اللي بديه. خلينا نسأل سؤال. أنا آسف إن برغي كتير. ولا يهمك يا دكتور، الفقرة بتخلص وتمام. بكل مصداقية. أنا بس ببقى نفسي أسألك أسئلة كتير الناس اللي قاعدة هي عايز تسألها. بيفرق إنقاص الوزن ما بين سن كبير يعني وسن صغير؟ أكيد طبعا. الفرق إيه؟ يعني نوعية الدايت، حجم السعرات، الفيزيكال أكتيفيتي اللي بعملها، نوعية العلاج للروشتة الطبية اللي بكتبها كدكتور. محمد احتاج إيه روشتة طبية؟ بص يعني محمد نكتف بطنه مثلا يتقفل شوية؟ لا لا لا، أنا ملخص شغلي بدون دخول في تفاصيل عشان الناس بتسرقش فيديوهاتي ويدعوا لهم ماجد زيتون يعني بقصة دي كلها. أكيد عندي منظومة ناجحة أثبت نجاحها خلال 25 سنة. خلال برضو في نقطة، أنا مش بتاع 30 كيلو برضو، يعني أنت عارفة أنا بنزل ب 70 وال 100 كيلو وال 120 كيلو، وده التوفيق من عند ربنا إن أكتب سلسلة ناجحة من الأنظمة الغذائية المحترمة الناجحة على مدار مثلا 6-7 شهور أنزل 100 كيلو، وده التميز اللي عند يعني ربنا الدهولي إن بكتب روشتة غذائية ناجحة. صح. الله أكبر، ولا حول ولا قوة. صح. صح. ولا الجسم بيقف ولا بيثبت ولا الحرق بيقف ولا عمري قلت كلام سلبي للعيان، اصل سنك وعندك الغده الدرقيه مش هتخس، اصل انت عندك مقاومه انسولين، دي تلاكيك لا دكتور الشاطر شاطر. صح. انا كاستاذ علاج سن افهم ان الحالات صعبه ما فيش تحديات بتوقف. طب نرجع لمحمد، قول لي بقى يا محمد، انت سمعت كلام ماما؟ وانت كمان كنت عايز تخس لان انت بتقول الناس بتتنمر وانت عايز تتحرك بصوره، مش هنقول عايزين نتخانق، عايز تتحرك بصوره حلوه وتبقى عايز سن. دخلت عند دكتور ماجد، كلنا عارفين ان دكتور ماجد الناس بتروح له المود. صح. بيتغير جوه، بيعاملهم اكنهم ولاد. هو بيقول لي يا ميري، انا ساعات كمان يفضل يقول لي يا حبيبي، اللي هو بيعاملني اكن مثلا حد من اهل بيته بجد. هم فعلا متميز بنا. متواضع جدا فعلا. وعلى فكره مش قدام الكاميرا بس يا جماعه، هي دي حقيقه دكتور حقيقي ماجد بكل صراحه. حسيت بايه بقى جوه عند دكتور ماجد؟ انت خلاص رحت واقبلت على الخطوه، ايه بقى لما كلمك قال لك ايه؟ انا الحمد لله الصراحه انا كنت متابعه مع دكتوره جورجينا، تمام، تابع فريق برضك دكتور ماجد. الصراحه انا هي كتحدي، انا تحديتها عشان ده تحدي. قلت لها يعني انت هتخسسيني يعني في خلال 3 شهور يعني الوزن ده وتخليني في الوزن ده؟ قالت له فانا تحديتها فقبلت التحدي. والصراحه بس يعني هي كذبت، انجزت قوي يعني منظومه الدكتور ماجد زيتون بكل الدكاتره اللي جوه يعني ده فضل ربنا برضه ما شاء الله. صراحة الحمد لله خسيت بقى. خسيت وهي كذبت طبعا، وطبعا كذبت. تحت اشراف دكتور ماجد. خلاص تحت اشراف ايوه دكتور ماجد. حلو قوي. ممكن اعلق بس حته اعلق بس حته عشان بس الناس يفهموا بتاع. يعني انا الناس بس تفهم كمنظومه شغلي، انا عندي مراكز كتير جدا يا جماعه على ارض الواقع وبعناوين بتليفونات موبايلات. المراكز دي عندي اكتر من 20 استشاري علاج سن بنفس منظومه شغلي كدكتور ماجد زيتون. تمام. الاخصائيين دولت ناس متميزين بالكل العلم اللي ربنا يعني قدرت ازرعه جواهم، فكلهم ماجد زيتون. صح. بمنظومه ماجد زيتون. صح. بعلاجات ماجد زيتون، بروجيمات ماجد زيتون، بجلسات ماجد زيتون. ودي النقطة اللي عايز أقولها للناس، إن ما يربطوش نفسه بي أنا معايا خلاص، أنا سايب كده يعني أتمنى أسيب إرث معايا ينتفع بيه حتى لو حصل لي إنك موت. لا بعد الشر، بعد الشر. أنت معايا أنت الأساس يا دكتور. اللي عايز أقوله يا جماعة
الحد لو جه لي المراكز عندي حتى لو ما قابلنيش انا شخصيا كمراكز دكتور ماجد زيتون، لو قابل الاستشاريين اللي عندي بيدي نفس منظومه وعلم ماجد زيتون بنفس النجاح. صح معايا؟ يعني ادي دكتوره جوجي واحده من ضمن الفريق اللي عندي على ارض الواقع جايبه لك كام؟ خمسه وكام؟ خمسة وكام نازل كام؟ 35 في 3 شهور. 3 شهور يعني مش 3 سنين يعني فوق، يعني يعتبر في الشهر اكتر من 11-12 كيلو مثلا. الحمد لله خسينا وشفتي ابنك ما شاء الله زي الفل. 5 كيلو على فكره ونكمل باذن الله. وهو طبعا على فكره لما يشوف الوزن ده وان هو رجع لسنه اكيد هيعافر على قد ما يقدر وما يرجعش تاني لورا. ده صح فعلا. صح. طيب الفرحه كانت ازاي في البيت؟ بصي مش وايه اللي اتغير؟ كلنا اتغيرنا بامانه. والله كلنا فرحنا فرحه. بصي كلها فرحانه بيا يا وكمان بلا مضاعفات. شفتي؟ بصي احلى حاجه من عند الدكتور ماجي الزيتونه يا جماعه، بصي التخسيس والدايت وكل حاجه عنده بلا مضاعفات. الله يبارك له يا رب. الله يبارك له. الله اكبر. بجد انا فرحت. بص فرحتي انا في مره حتى زغرت كده مع نفسي. طبعا والله كنت عندك يا رب بيمشي وكده في حماس. ايوه شايفه ابنك الجيم شاب بيتحرك. اللي كنت بقى بص رحت يعني الجيم كمان. بيروح الجيم. بص ده انا كنت اتحايله على الجيم ده. يا محمد روح الجيم. معلش ده احنا رحنا وقلنا للكابتن لا مش هروح مش هقدر. طب نروح لمحمد. الناس اللي كانت بتتنمر عليك بتقول بقى المسميات اللي مش عايزين يقولوها كله بيناديني باسمي لما شافوك دلوقتي. سالوك طبعا اكيد. سالوني انت خسيت ازاي؟ عملت ايه؟ عملت قلت لهم ايه؟ دايت. قلت لهم ماشي بدايت وماشي مع دكتور ماجد. ايوه. قالوا لي دكتور ماجد مين؟ قلت لهم افتحوا الفيسبوك وشوفوا الفيسبوك. عرفت بقى العالم كله طبعا. عرفت اصحابي كلهم وكل التخان يعني مش مصدقين. الله اكبر. يروحوا بقى يخسوا زيك لان احنا بندعو كل الناس ان هي تكون بوزن صحي بوزن يليق بسنها. بتفرق قوي يا دكتور ان انا يعني ده انا لسه صغير ومش عارفه اتحرك. ده احنا واحنا كبار ومش عارفين نتحرك بنبقى متضايقين. امال الصغير ده يعمل ايه؟ هقول لك كلمه يعني جايز انا عشان قاعد بقالي سنين بقول لك في الناس اللي بيعانوا من السمنه وبلاحظ التغيير على نفسيتهم. سيبك من الاوزان اللي بتنزل 70 و80 كيلو عندي. التغيير ده واضح قدامي اسبوعين قد ايه النفسيه بتتغير كومبليتلي. قد ايه من عدم ثقه بالنفس والنخوع والاستسلام والكابه الى البهجه والسعاده والثقه بالنفس اللي انا شايفه بعينيا معايا. واهم كلمه انا بقولها يعني شخصيه بعد الشر طبعا الناس كلها مش بقصدش بالمعنى الحرفي من شخصيه الى حد بعد الشر طبعا ميته الى راجع الى الحياه. باك تو لايف. انا بقول باك تو لايف ما تحملها كلمه من معنى. من انسان قمه الفشل والاستسلام والنخوع والاكتئاب الى قمه السعاده والثقه بالنفس والبهجه. ويعني مش عارف اقول لك ايه ده احساس بقى اللي بيفرحني. ان يا رب انا مش عشان يعني مش عشان اتمنظر بان وزن 35 كيلو لا ازاي زي ابني رجعته الى الحياه. وفرحت بقى امه. أيوة. وفرحت عيلته طبعا معايا. يا رب يكون عمل يعني يضاف للميزان حسناتي ده ربنا يعني. المفروض ان احنا نختم بس خلينا قبل ما نختم ننوه على نقطه مهمه جدا ان منظومه الدكتور ماجد زيتون جوه المراكز وتشوف دكتور ماجد زيتون ومفيش حاجه اسمها الكورس. ايه دكتور ماجد زيتون مش بتاع كورسات. مش فاهم حتى للمره يعني المليون يعني ايه؟ الناس اللي بتدخل صفحتك وتقول بتسال على الكورس. ما احنا بندردش ليه بيسالوا ايه؟ بيسالوا على الكورس بتقول ما هو ليه بيقولوا فاكرين ان ده حاجات فيك زي الصفحات الفيك. طب انا في كذا بقى. حد عمل اوضح. ما احنا عشان قلنا كتير. طيب ما انا لازم اوضح. في اكتر من 20 صفحه 50 صفحه بتستغل اسم دكتور ماجد زيتون وبيغيروا بقى لا اما الاسم الاول لا اما الاسم الثاني بيحطوا برضه زيتون. انا دكتور صاحب مراكز مرخصه باسم ماجد زيتون. فاللي عايز يخس يشرفني في المراكز ولا يتعامل مع شراء اي منتجات من على الفيسبوك. هنتكلم باستفاضه اكتر في الحلقه الجايه ان شاء الله عن الصفحات احنا الغرض يا جماعه مش ان احنا نقول مين وحش لا الغرض ان احنا نقي الناس من خطوره الكورسات لانها كورسات دي كلها حاجات يعني ممكن توصل لحاله وفاه لا قدر الله. بنشكر دكتور ماجد زيتون استشاري السمنه والتغذيه العلاجيه وبنشكر مدام لولا ماما محمد. اسمك حلو قوي على فكره وكنت فاكره دلع. وبنشكر طبعا محمد البطل الجميل اللي هيفضل دايما في الوزن الحلو ده. وانا كمان بشكركم. فاصل وارجع لكم تاني بسرعه.
اهلا بيكم من جديد في 7 دكتورز. الفقره دي يا جماعه بناء على طلب المشاهدين. لما عملنا فقره المره اللي فاتت او الاسبوع اللي فات مع دكتور باهر لبيب جات لي كميه اتصالات كتيره قوي وكميه صور واشاعات والناس كانت فرحانه فرح غريب قوي. في واحده كانت بتكلمني بتقول لي عشان خاطري وصليني ليه، هو انا ممكن احرك ايدي تاني؟ انا ما حدش قال لي المعلومه دي. وحد تاني برضو بعت لي تحاليل واشاعات والقصص دي، هو انا ممكن ابني صغير عنده عمليه في المخ، بس انا احنا قاعدين ومتعطلين وخايفين. عارفين يعني ايه اب وام متعطلين ان هم يعملوا عمليه في المخ لابنهم او بنتهم عشان بس خايفين من الاشاعات اللي بيسمعوها او الناس مروجاها؟ النهارده يا جماعه عايزين الموضوع يكون مختلف تماما، عايزين نحس ان انت ممكن تكون حاطط ايديك يعني جنبك كده، وبعد عمليه وبعد كام شهر ممكن ترسم بايدك، ممكن ترسم احلى لوحه فنيه في حياتك كلها فرح وسعاده. النهارده عايزين نعرف ايه الجديد في جراحات المخ والاعصاب، ايه الجديد في علاج الاطراف العصبيه، ايه الجديد يا جماعه في اعوجاج العمود الفقري. حاجات كتيره قوي عايزين نعرفها النهارده من دكتور باهر ربيب اللي عامل نجاح كبير جدا، وان انا مبسوطه ان هو مكمل معانا في 7 دكتورز، لان ده بصراحه بيدينا احنا ثقه اكتر واكتر، خصوصا كميه الاتصالات اللي جات لي المره اللي فاتت والمسجات. خليني ارحب بدكتور باهر مدحت لبيب، دكتوراه جراحه ومناظير المخ والاعصاب والعمود الفقري وجراحات الميكروسكوبيه ومناظير الاعصاب الطرفيه بكليه الطب جامعه الاسكندريه. اهلا بيك يا دكتور. اخبارك ايه؟ كله تمام. انا يعني حتى مش عارفه اشتغل من كتر المسجات والمكالمات، منهم القرايب ومنهم المعارف، وطبعا انا ببقى مبسوطه بحاجه زي كده. بس اكتر حاجه ضايقتني بصراحه واللي انا مبسوطه ان احنا بنقدمه من خلال شاشه النهار، الشاشه كبيره، الناس كلها طبعا عارفه يعني امكانياتها ومكانتها في وسط القنوات، ان احنا بنقدم علم، بنقدم معلومات جديدة ممكن اللي قاعد أصلا ده يكون حياته متعطلة عشان بس معلومة بسيطة مش واصله له. بالظبط. فمعنى أن حضرتك النهاردة تكون معانا، أن النهاردة أي حد بيشاهدنا إيديه مش بتتحرك، عنده شلل نصفي لا قدر الله، حاجة تتغير. خلينا نتكلم بقى الأول عن الأطراف العصبية. بالنسبة هو في حاجات كتير ممكن تأثر على الأعصاب من ضمنها العصب، لو كان مخنوق مثلا او محتاج تسليك عصب، او في اصابات، او في حادثه، او العصب اتقطع، او اي حاجه في الضفيره العصبيه. طيب مين نقدر نقول له؟ لان في مكالمه برضو جات لي، انا ايديا ما بتتحركش بس هي ناتجه عن جلطه. وانا قلت له اللي انا سالت الدكتور في الحلقه وقال لي لا، موضوع الجلطات لا، ولكن موضوع ان الاعصاب عصب مثلا يموت ننقل عصب. صح. ممكن ناكد المعلومه بصوره علميه اكتر؟ هو ممكن يعني اصابات الضفيره العصبيه نتيجه الحوادث والحاجات دي بتعملها عمليات نقل اعصاب، نقل يعني ترقيع عصب، وبيرجع في خلال 6 شهور سنه ممكن واحد يحرك دراعه تاني. ده ناتج عن ايه يا دكتور؟ يعني مثلا حادثه؟ ايا كان بقى السبب، اغلبها مثلا حوادث، حادثه وقع من دور عالي، حاجه ضربه رصاصه، ولكن مش جلطه. لا جلطه، لان انا لما قلت يا جماعه مش جلطه لا نسال الدكتور تاني، فانا باكد اول معلومه من خلال طبعا قصه مختلفه تماما البرنامج. طيب احنا معانا صور هنشوفها قبل وبعد، عايزين نشرح الحالات دي كانت ايه اللي حصل لها، لان ممكن اكون انا قاعده بتفرج انا حصل لي نفس الموقف، فعارف قلبي هيطمن ان معايا حاله شبهي. مثلا الحاله دي دي كان حد العصب مخنوق في الايد، وكان ايديها بتنمل باستمرار من الشغل بايديها في البيت، وعملنا لها عمليه تسليك عصب جديد بالمنظار، فتحه صغيره قوي، الان بيروح نفس اليوم بيقدر يشتغل بعد 2 3 يومين. ايه اللي يفرق يعني العمليه بالصوره دي عن زمان؟ يعني كان بتتحل ازاي قبل كده؟ المناظير سيمبلي جرح صغير، جراحات المناظير نفس النتيجه بالظبط، جرح صغير نفس النتيجه. ده الست بتاعي اللي بشتغل بيه من المانيا، سيمبلي يعني جرح صغير الواحد يرجع يشتغل بايده. ده كان عصب مقطوع في الصبع بسكينه، كانت واحده بتشتغل في المطبخ سيده يعني لو حصل لها قطع او حاجه فالموضوع دخل على العصب. بالظبط. عملنا له اصلاح، ودي بعد تسليك عصب بالمنظار
الجرح بقى صغير قوي، مش باين خالص الجرح اصلا. انا مش عارفه حتى جرح فين، بسيط قوي هنا يعني في الحته دي كده، لا يذكر في ايد. هو في ايد واحده ولا الاثنين؟ في ايدين، دي عملت الاثنين مع بعض، باينه شويه اكتر. في ايد مش باينه خالص، ما يبانش الجرح بعد طبعا شوية. ده بيفرق مع اي بنوته او اي سيده طبعا، لان قبل كده الجرح كان بيبقى كبير قوي. يعني اللي هنا يعني ده فرقه بسيط، بس اللي في الكوع فرقه كبير. يفرق قوي المنظار فيه او في اي مكان تاني. بتعملي جرح كبير قوي 15 سنتي من 1 سنتي. طيب الصرع برضو انا بقول لك النهارده الفقره دي يعني حارف كميه، او هتكلم في كل حاجه لان جات لي تليفونات كتير قوي بتسالني بقى اسالي في كذا. حاضر يا جماعه، هسال. الصرع سيمبلي ببساطه، الصرع مرض بيبقى فيه حركات لا اراديه، بتيجي في الايد، في الرجل، في الوش. الواحد يدخل في غيبوبه، يجي له صداع، يغمى عليه، ايا كان. في الاخر بيتعالج بادويه. الحالات المستعصيه اللي ملهاش، اللي خدت مثلا 4 5 ادويه او 6 او واتيفر او اكتر من 3 لاكتر من مده، وبيجي له نوبات يعني كتير. حالات الصرع القويه او اللي مش بيستجيب اعلى درجه للدواء. يعني مش بيستجيب للدواء، بياخد دواء ما بيستجيبش. بتعمل له عمليه. العمليه دي مكلفه شويه، كنت بنعملها كتير بره. عملنا كذا حاله هنا، لسه عامل حاله قريب. هيبان في الصوره دلوقتي معانا. العملية يعني ايه اللي بيتم فيها؟ في عمليات كتير قوي حسب الصرع ايه سببه. دي مثلا اكزامبل تركيب جهاز اسمه فيجال نيرف ستيميليتور، او بالعربي جهاز تحفيز الاعصاب الحائر. ده از فيري اكسبنسيف الجهاز ده، بس دلوقتي موجود على التأمين وكده لكاتيجوري معين من الناس. ده بيركب في الحالات اللي بياخدوا ادوية كتير وما بيستجيبوش للدواء. يعني انا ممكن اركب والصرع ملوش سبب، يعني جهاز ثابت ده البطاريه اللي هي دي، وبتتغير كل حسب الاستهلاك. ده بيبقى ليه وقت معين يا دكتور ولا هو بيبقى على اللونج ران مع المريض؟ بيبقى عايش يعني زيه زي الادويه، بيبقى عايش بيه. والجهاز بيطلع بيوقف زي ما حضرتك شايفه، في جرح في الرقبه وجرح في صدره. بيتركب الجهاز، يتوصل، يتظبط، بارامترز كتيره قوي. المحصله ان المريض بتقللي النوبات عنه، او بتمنعيها، او بتقللي كميه الادويه اللي بياخدها. ده الصوره اللي كنا لسه عاملين عمليه قريب في اسكندريه. يعني انا بس عايزه اوضح حاجه، ان هي عمليه الصرع هي تركيب الجهاز. لا، في عمليات تانية كتير. ما انا عايزه اسال برضه، في عمليات ممكن نقعد نتكلم فيها ايه بقى؟ يعني مثلا دي عمليه، دي حاله ركبنا لها جهاز. في عمليات تانية مين بقى ممكن تاني نعمل معاه ايه؟ في عمليات تانية حسب المرض اللي جاي في المخ شكله ايه. ممكن تفصلي الفص اليمين عن الشمال. ممكن يعني في شخص ممكن يكون عنده صرع، لو فصلت الفص المخ اليمين عن الشمال الدنيا تهدى معاه شويه. بالظبط. حلو. وفي تشيلي بقره صرع. يعني في كذا عمليات كتير. بقره صرع، تعملي رسم مخ بطريقه معينه، بتطلعي المكان ده هو اللي فيه مشكله، وبتشيليها. يعني معنى كده ان نوبات الصرع القويه قوي. احنا معانا كمان فيديو. ده فيديو للجهاز وهو بيركب. ايه بالظبط ده جهاز وهو بيركب في العصب؟ ده جهاز اللي هو اول حاله، اللي هو يتناسب مع اول حاله. بالظبط. لكن الحالات التانية لو بقره بيحصل لها كي، صح كده؟ ممكن في ليزر، في يعني في حاجات كتير قوي، في حاجات كتير قوي للصرع. وخصوصا ان انا جديد عليا ان انا افصل الفص اليمين المخ عن الشمال، ان هي تهدي نوبه من نوبات الصرع. الدكتور الشاطر شاطر برضه، ربنا يخليك. ده من ذوقك. هدخل في العصب السابع، بس خليني اقول لحضرتك حاجه. كان في العمليات دي من فتره كبيره اللي هي عمليات الصرع، ولا الموضوع لازم حد يمارس؟ طول عمرها بتتعمل بره، وفي تيم كبير مكون من جراحين اعصاب، دكاتره نيورولوجي اللي هو امراض عصبيه، تيم بتاع رسم مخ، سيستم ده. وهنا في مصر عندنا ابتدى يتطبق من فتره برضه. حضرتك عملت العمليات دي كتير في امريكا؟ كتير. وهنا عملنا حاجات كتير برضه. طب انا عايزه اشوف، يعني قول لي كده النتائج بتكون ايه؟ يعني بنسبه كام في المية العمليات دي بتنجح عشان اطمن كل البشر؟ 60-70-80%. يعني في ناس بتبقى 90% متدمره، مريض غير التاني. بالظبط. طيب هندخل في العصب السابع برضو، احنا كلمنا فيه الفقرة اللي فاتت، بس عايزين نتكلم فيه بدقة شوية. قلنا ان العصب السابع ده يعتبر برضو في عصب بيموت في جنب من بالزبط. الوجه، وقلنا اللي مش كل الحالات. السؤال الجديد هنا اللي اتسأل لي بقى، احنا ردينا المرة فاتت قلنا اللي بتعمل له عملية، اللي اتقال لي ان انا رحت عملت العملية،
وخلاص ظبطت وشي وبقى الناحيتين نفس الموضوع ونقلت العصب، اوكي ممكن يرجع تاني يحصل خمول في العصب ده؟ ان انا احتاج لعمليه تانيه؟ صعب. هي العمليه بتتعمل مره واحده، صعب. الوجه بيتظبط بيها وخلاص، بيتظبط بنسبه كبيره. مش 100% بس بيتظبط بنسبه كبيره. اوكي which is يعني ده معجزه. ان واحد يبقى ما فيش خالص ويتحسن 50-60% 70-80 حسب. اوكي مين نقول له، مين نقول له بسرعه اجري اعمل عمليه العصب السابع؟ مثلا واحد ما تتاخرش، واحد هو عايزه توجيه على طول يا دكتور. واحد مثلا عامل عمليه ورم في المخ جنب العصب ده، ومعروف جوه العمليه ان العصب ده اتاثر، فانت خلاص على علم ان العين ده هيطلع فرشور، هيحتاج عمليه تاني. اوكي في سنترز بره بتعملها في خلال اول شهر، قدامك 3 شهور يعني ايا كان. لو حادثه والجمجمه قاع الجمجمه مكسور او اثر على العصب ده، برده بيحتاج عمليه على طول. ده برده بيحتاج عمليه على طول. لكن العصب السابع اللي هو نتيجه برد وكلام من ده، يعني ده بيستنى. معانا صور هنشوفها قبل وبعد يا جماعه. الموضوع بيكون فارق جدا بنسبه كبيره، خصوصا لو كان طفل، خصوصا لو كان، لو كانت سيده كبيره او فتاه مثلا على وش الجواز زي ما بيقولوا كده، والطفل ده ممكن يتنمروا عليه في المدرسه. ده أكيد. بس عشان خاطر طيب معانا صور يعني لا الموضوع ما شاء الله مختلف. طب ما تطمنا اكتر يا دكتور، مش بس الشكل يعني، انا مثلا بعيد عن الشكل، فيما بعد العمليه، العمليه بتاخد قد ايه وقت؟ او فيما بعد العمليه كانت زمان بتاخد مني 4 ساعات، دلوقتي ساعه ونص ساعتين. طب وبعد العمليه بحتاج راحه، بحتاج اجازه من شغلي؟ مجرد علاج طبيعي بقى 3 اسابيع لحد ما تبان نتائج زي ما حضرتك شايفه. طيب هنروح بسرعة للعمود الفقري ومشاكل العمود الفقري. احنا قلنا ان الفقرة دي لازم تبقى دسمة علشان كله عايز يعرف حاجات كتير عن حضرتك وبتعمل عمليات ايه والجديد برضو، لان حضرتك بتسافر برا مصر وبجيب لنا الجديد وبتيجي بيه هنا. طيب العمود الفقري بيبقى فيه انحناء، اوكي، او اعوجاج بمعنى اصح. مين اقدر اقول له انت ممكن اعمل لك عملية الاعوجاج، ومين اقدر اقول له لا خلاص كده انت اتاخرت او مش هتصلح ليك؟ يعني في عوامل كتير بتقدري تحلفي يعني او تقوليها. طبعا زاويه الاعوجاج قد ايه، سن المريض، نوع الاعوجاج ايه، هل مؤثر على النفس ولا لا، هل مؤثر على وظائف النفس، هل مؤثر شكلا، هل عامل الم، يعني في اهم حاجه طبعا الزاويه بتاعته. طيب من سن كام؟ من سن كام ممكن اصلح الاعوجاج؟ مش الاعوجاج انا عملت حاله قريب يعني نادره، عمرها سنه او 8 شهور. احنا اتكلمنا عليها. طيب السن الكبير تقول لك انا ممكن العمليه تكون خطر، يعني السن الادوليسنت اللي هو الشباب، اوكي. والناس الكبار في السن برضو بيتعمل لهم عمليات من نوع تاني. اوكي طيب هيكون معانا صور، بس خلينا نسال على نقطه مهمه جدا، وهي هل بعد ما اعمل عمليه الاعوجاج، طبعا احنا عارفين يا جماعه الاعوجاج ممكن يخليني عامله كده يعني بالزبط. الجسم ما خلاص، ما هو حصل اعوجاج في العمود الفقري، فانا مشيتي كتفي حصل مشاكل، لما بيتم تصليح الوضع هل انا برجع طبيعيه وبمشي طبيعي، ولا بنضطر نعمل حاجات اضافيه؟ بنسبه كبيره. بنسبه كبيره بتحسن، بنسبة كبيرة طب حتى لو انسان بقاله فترة، هل بياكل حاجة من العظم، من ال يعني من الساقين مثلا؟ لا العمليات دي ليها طريقة معينة بتعمل بيها، بتعدلي العمود الفقري إلى حد كبير. ملهاش دعوة بموضوع. طيب خلينا نشرح أكتر، وإحنا بنشرح يا دكتور قول لنا إيه الأعوجاج أسبابه إيه؟ يعني حادثة. حادثة؟ يعني أو ملوش سبب. ممكن يكون معدوم السبب، ممكن ضعف في العضلات. ضعف في العضلات. ممكن حادثه زي كده، فقره اتكسرت، اوكي، وبعدين الضغط على الفقره اللي فوقيها خلت العمود الفقري زي حرف التمانية، اوكي، او اتب. فبندخل نشيل الفقره دي خالص ونركب شرايح ومسامير، وممكن ساعات دعامه او لا. يعني في العمليه شريحه ومسامير وممكن دعامه، وفي تلك الاحوال الجسم بيتظبط وانا بمشي طبيعي. طب الصوره اللي معانا دي ايه؟ دي نفس المريض بعد ما عملنا له عمليه وركبنا له شرايح ومسامير، اوكي، اتعدلت الاتب اللي كان عنده. طيب انا عايزه اسالك سؤال مهم جدا.
كان في يعني موقف حصل معايا ان انا شفت بنوته صغنطوطه هي لسه في ثانيه جامعه، ومره واحده بدون اي سبب فعلا زي ما حضرتك لسه بتقول ابتدى الموضوع هي تحس يعني تحس ان هي جسمها بيتعوج، هي مش فاهمه هي عندها ايه. المهم لما كشفوا عليها واشاعات وقصص دي ظهر مره واحده، اوكي ده معناه ان ممكن يبقى مثلا وراثي او قله تغذيه في نقطه معينه، اصل هي تانيه جامعه لسه صغيره. يعني ساعات الوراثه بتلعب دور، ساعات اللي بيشيل شنطه تقيله على كتفه او ايا كان، او ان انا متعود اشيل مثلا بالزبط. شنطه الناس اللي بتشيل اللابتوب بحاجات كتير ده معناه ان انا بطبع العمود الفقري بحركتي او بقعدتي بمعنى اصح. عشان كده بنقول لهم لو ملوش عمليه بيلعب عقله عشان عمود فقري يفرد، او سباحه عشان تقوي عضلات الظهر. طيب خلينا بقى ندخل في اللي كله طبعا بيسال عليه وعامل ضجه، وهي الناس اللي لا قدر الله وصلت لمرحله الشلل فبيتنقل لها اعصاب، ولو الوقت طول معاه بيتنقل له عضلات او عضلات بمعنى اصح. الناس دي اللي تقدر تعمل العمليات دي عشان تقدر تتحرك، الشلل ده ناتج عن ايه؟ حسب الاصابه جت ازاي، حادثه، رصاصه، مفيش يعني في مليون سبب. حادثه، رصاصه، ايه تاني؟ يعني ممكن الشلل يكون ناتج برضو لا لو جلطه. التهابات في النخاع الشوكي، التهابات في النخاع الشوكي، فيروس سبب لشلل، ايه تاني يا دكتور؟ حادثه، اصابه، رصاصه، التهابات. بس كده. جلطات؟ يعني الجلطه بتعمل شلل في النص. نص اليمين كده. او الشمال. طيب مش لازم يكون شلل نصفي كامل، لو نص، لو رجلي ناتجه عن لا قدر الله مثلا جلطه، فالجلطه وقفت الجزء مش هتعملها نقل عصب دي. مفيش نقل عصب ولا الايد ولا الرجل. يعني نادرا خالص ما تعملها. طيب العمليه بتتم ازاي قبل ما نختم؟ نقل العصب سيمبلي بتشوفي عصب شغال كويس، تنقلي العصب اللي مش شغال، سواء اخدتيه من رقبته ومن ضلعه، اخدتيه رقعه من رجله ووصلتيها ببعض. الفكره ببساطه ان بتوصلي العصب وبتستني من 6 شهور سنه لحد ما تبداي تلاقي نتيجه. طيب انا يعني انا عايزه اختم، معلش يا مخرجنا احنا اسفين، يعني بسرعه كده يا دكتور، انا بعد ما اعمل العمليه عايز اطمن الناس، معلش دي حاجه انسانيه. أكيد. بعد ما اعمل العمليه سواء انا اتاخرت او لسه الشلل لسه دلوقتي، انا ببتدي اتحرك او رجليا بتتحرك امتى بعد نقل سواء اعصاب او عضلات؟ على طول عشان تبقى عارف عندك ايه. يعني اتحرك على طول شهر مثلا واتحرك. انا بشكرك وكان نفسي اخد معلومات كتيره، ويعني واتمنى ان حضرتك تكون دايما منورنا. أكيد. في 7 دكتورز. بنشكر دكتور باهر مدحت لبيب، دكتوره جراحه ومناظير المخ والاعصاب والعمود الفقري والجراحات الميكروسكوبيه ومناظير الاعصاب الطرفيه بكليه الطب جامعه الاسكندريه، وانا كمان بشكركم. فاصل ارجع لكم تاني بسرعه. اهلا بكم من جديد مع 7 دكتورز. يعني ايه علاج الالام؟ كل الناس بتبقى عارفه جراحات العمود الفقري، مثلا جراحات العظام، حاجات كتيره قوي ممكن تحصل في العظام او في الم العظام، ولكن مش كل الناس عارفه ان في الكليات وفي الجامعات في بيدرس علاج الام مش مسكن الام. ونركز على النقطه دي، في فرق كبير قوي ما بين المسكنات وما بين في دكتور استشاري اول متخصص ان هو يعالج الالام اللي عندك، سواء بقى كانت الام في العمود الفقري، سواء الام كانت في الركبه بسبب خشونه، بسبب مشاكل كتيره قوي كانت ممكن تؤدي الى تغيير مفصل الركبه. دلوقتي الناس بقت بتغير الفكر ده، ممكن تبقى على حرف او ما بينك وما بين تغيير الركبه خطوه واحده، واللي يرجعك عن العمليه دي هو استشاري علاج الالام. مش هيرجعك هيسكنك، لا، هو هيرجع الكولاجين وهيبني الكولاجين اللي ركبتك فقدته، وبالتالي انت عايز تغيير مفصل. كمان مشاكل في الكتف، مشاكل في الحوض، اي مشاكل في جسمك، اي مكان في الام، في دكتور استشاري علاج اول الام. خصوصا بقى ان ضيف فقرتنا اسمه كبير جدا في علاج الالام،
ومش في القاهرة. يعني مثلا اللي عنده ألم ده ممكن يتعذب أكتر لو قلت له تعالى لي من أسوان للقاهرة، لو قلت له تعالى لي من اسكندرية من القاهرة، أنا أصلا مش قادرة أتحرك. كوني إن أنا بقى أتحرك بتعبي وألمي واجي وأسافر من محافظة لمحافظة تانية، دي لوحديها ألام. فهو أصلا شايل الألام ده عنك، لأن هو أكثر من 22 محافظة، مش هو بس، ده في فريق طبي كبير جدا، ومن الدكاتره كلهم واحد، كلهم تيم ورك، كلهم نفس البروتوكول، نفس الطريقه، نفس النجاح، نفس نسب النجاح العاليه جدا، نفس طرق الحقن. كمان الدكتور اللي معانا ملقب دكتور المشاهير، هنعرف ليه بس داخل الفقره. خلينا نرحب بدكتور سامي انديل، استشاري اول علاج الالام وحقن البلازما للركبه والعمود الفقري. وحشتنا يا دكتور. اهلا بيك في سيفن دكتورز، ومن اول حلقه وكنا مستنيينك، بس احنا عارفين مشغولياتك طبعا، كتر خيرك، وانت بتعمل عمل عظيم، وكفايه ان انت بتخفف الالام عن ناس كتيره قوي هي كانت فاكره ان خلاص هي هتفضل طول عمرها قاعده بالالم اللي هي حاسه بيه. خلينا نشرح اكتر يعني ايه علاج الالام، وان دي وان ده طب وبيدرس في الجامعات ومش في مصر، لا ده دوليا ومصرح بيه ومعترف بيه جدا كمان. يعني دي حقيقه، لان النهارده علم علاج الالم اولا مجاله بدا يوسع قوي. كنا زمان قوي من حوالي 20 30 40 سنه كان علاج الالم او اللي يعرف يعمل علاج الالم دكتور التخدير اللي موجود في معهد الاورام مثلا او قسم الاورام، علشان مريض اللهم احفظنا ويعافي الجميع عنده اورام واتخذت معاه كل الطرق في الجراحيه والاورام توغل في جسمه كله، فبقى عايش بيتالم ومفيش اي حاجه هتتعمل له اكتر من ان هو ياخد حاجه تمنع الالم. فمن هنا الاطباء بداوا يدوا حاجات مسكنه، بداوا يعملوا بلوك في حاجه معينه مكان عصب بينقي حته فيها الورم، والعياذ بالله الموضوع اتطور دلوقتي خلاص، ما بقيناش بس واقفين عند مرضى الاورام، بل ان مرضى الاورام بقى لهم طرق احدث وحاجات تمنع حدوث المشاكل دي. علم الالم النهارده وعلاج الالم بقى اختص بكل الم في الجسم، من مفاصل خشوط مفاصل ركبتين او مفاصل الحوض او المفصل الكوع او الكتف، مشاكل العمود الفقري، مشاكل العمود الفقري كتير جدا جدا جدا. الحمد لله بطرق علاج الالم اصبحنا نتفادى العمليه الجراحيه. يعني انا وانا بتكلم مع حضرتك دلوقتي كان زميل ليا وراجل اكبر مني بدفعه استشاري كبير في السعوديه بيكلمني ان هو عنده انزلاق غضروفي في رقبته، وبعت لي واتساب منظر انزلاق غضروفي كبير، وقالوا له هناك هتعمل عمليه جراحيه وتثبيت. وانا قلت له يا دكتور عبد الحفيظ لا، الموضوع مش بطريقه معينه، وصفت له التعليمات الاولانيه وبدات احطه على الطريق، وهو جاي ان شاء الله القاهره هنعمل له حقن وتردد، وبدا يسال بقى في الموضوع اكبر، وصل ان الحل هيبقى كده ان شاء الله. ان شاء الله. فعلاج الالم بيفادينا من عمليه ممكن المريض ما يكونش محتاجها. دي شيء مهم جدا جدا، ان المريض ممكن يعمل عمليه في رقبته او في ظهره وهو مش محتاج العمليه لانه ما عندوش الاعراض اللي تستدعي الجراحه، ولكن عنده الم. من هنا بقى معلش انا اسف، احنا كناس استشاريين في علاج الالم ومتخصصين في علاج الالم، بستاذن حضرتك انا عندي الطرق اللي تعالج الالم وتحل المشكله بدون ما تستخدم المشرط، وده مش معناه ان انا ضده او هو ضدي، لا كل واحد له تخصص. تخصصه والله، لو الشخص ده فعلا واصل لعمليه، فبما ان حضرتك مش عارف تعمل معاه حاجه فهتقول له توجه اعمل عمليه، لان انت لو ما شفتش معايا نتيجه ما انا يبقى انا كده بضحكت عليك، وما فيش اسم كبير هيضحي بسمعته ان هو بيتكلم كلامه خلاص، لازم يبقى فيه نتائج. عرفنا ان ما شاء الله، يعني انا بحييك ان انت عارف مش ماشي على الخط زي ما، لا انت عمال ما شاء الله تعالى وبتعمل تكتيك اكتر، يعني تكنيك غريب شويه في الحقن، فقول لنا ايه الفرق عن الحقن قبل كده والحقن دلوقتي. بصي مع العلم معلش يا دكتور انا اسفه ان الحقن بدون كورتيزون، خلينا نركز ان لو اي حد فاكر ان علاج الالام ده حقن كورتيزون، حقن كورتيزون ده مسكن ما بيكملش شهر، الدكتور ما بيحقنش كورتيزون، وخلينا متاكدين من النقطه دي. اتفضل يا دكتور. بصي هو في علاج الالم من بقول لحضرتك بدا الدنيا تتوسع، فبقى في جزء من علاج الالم اسمه ريجينيريتيف ميديسين او الطب التجديدي. اوكي. ان ده الجزء الاساسي اللي بقى هو معتمد عليه علاج الالم، انا عندي خشونه في الركبتين بدا يحصل تاكل، فانا بستخدم البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه والعوامل المساعده ليها علشان ابني الغضروف تاني، وزي ما حضرتك قلتي ان احنا نبدا نزود السائل الزلالي ونبدا نعمل اعاده الكولاجين واعاده الغضروف زي ما بيحصل معانا على الشاشه كده. ده بقى يعني ده كلام انا بكلمك في خلال شهر فات او اكتر،
مش كتير عن شهر او شهر ونص. أوكي. احنا الماده الهيرونيك اللي احنا كنا بنستخدمها عشان تساعد شغل البلازما وتبدا تبني في الغضروف كانت انواع كتير كنا بنستخدمها، كانت بتقعد في الركبه 6 شهور 4 شهور سنه بتساعد البلازما علشان تبني الغضروف. تبني الغضروف يعني البلازما شغاله بتبني وانا بلين الغضروف. انا عندي عوامل بناء للغضروف اللي تاكل. البلازما بقى لها عوامل مساعده كتيره جدا واجنحه كتيره. حلو. انا ببني بس عايز حاجه تلين الركبه كمان وتمنع الاحتكاك. كان زمان الماده الهيروك اسيد اللي هي زي ما الناس بتقول عليها الملين او الماده الجيلاتينيه او السائل الزلالي او الزيت. كانت بتقعد في الركبه 3 شهور 4 شهور 6 شهور ماكسيمم. مع التقدم العلم هم ما بيسكتوش واحنا الحمد لله عمالين انا كل يوم ببص شوفهم بيقولوا وبتسافر كل شويه بتجيب لنا الجديد يعني. فهم عملوا طبعا في حاجه دلوقتي اسمها الذكاء الاصطناعي طبعا بيغير في كل حاجه. فهم بداوا بالذكاء الاصطناعي عملوا الماده الهيرونيك بحيث ان هي ما تتكسرش في الركبه وتبقى عندها ذكاء ان انت تضغطي عليها من اي حته او تقومي تقفي او تحرك رجلك او رجلك تتحرك تروح وتيجي زي الزئبق كده عماله تلعب جوه الركبه ماليه الركبه كويس جدا وما تتكسرش مش هتمتص فهتقعد حوالي 3 سنين. لا طب احنا ثواني بقى عشان كده في انجاز بيحصل يا جماعه يعني الحقن قبل كده كان بيبقى حلو وبيعمل حلو بناء للكولاجين وبناء للماده اللزجه بس واحده تختلف بتتقال. مني حضرتك من اي حد ان الماده الهيرونيك اللي احنا بنحقنها كانت بتقعد 6 شهور سنه شوي. حسب يبدا يحصل لها تكسير وبرضه انواع كتيره الانواع بتقعد اكتر وتبدا تمتص فهنعيد الحقن تاني. حلو. وده كان شيء طبيعي والحقن مش مزعج ولا حاجه فكنا كل 6 شهور سنه ممكن نحط ماده زلاليه. لا احنا النهارده بنتكلم ان في بص شكل الحقن اللي بيتم معلش يا دكتور بس ناكد المعلومه الحقن اللي بيتم دلوقتي الماده الزلاليه اللي هي يعتبر الماده اللزجه اللي بتساعد شغل وتاثير البلازما واللي بتشيل الركبه او بتشيل العمود الفقري وتمنع الاحتكاك والبلازما بتبني الغضروف بالظبط. فدي بتقعد دلوقتي 3 سنين ما شاء الله ده انجاز الواحد بس عارف بيرتاح وبيطمن عشان لما يكبر شويه ولا يحصل حاجه يبقى عارف هو هيروح من فين من كتر ما فعلا الذكاء الاصطناعي خلاها هي تبقى جوه الركبه مش راضيه تتكسر تضغطي عليها من اي اتجاه فبتتحرك وبتروح وتيجي زي الزئبق كده مش راضيه. أوكي. الحمد لله ما بتتكسرش عايشه جوه الركبه والبلازما شغاله بتبني الغضروف. فانا اقدر اقول يعني وطبعا يعني انا مش لا ده علم والعلم ما فيهوش ان انا هغير قوي واكبر الدنيا واقول بقى لا طبعا إعجاز. حضرتك دكتور وليك اسمك خطوه خطوه ده علم. صح. العلم النهارده بيقول لي ان انا بساعدك ان انت هترجع الغضروف ل 70 80 90% من طبيعته. يعني ايه طبيعته؟ يعني الاربطه اللي كانت بدات تتاكل بتبدا تبني نفسها الماده. حل. دي هتساعدنا قوي قوي. البلازما بتبني في خلايا الغضروف فبترجع تلحم نفسها تاني زي ما العظمه بتكسر وتلحم. كمان يعني ما مش اي حد بقى ايه اكبر اللعيبه واهم حد رياضي هم لعيبه الكوره ويعني وكلهم صحابك وبيجوا عندك وشغلتهم الاساسيه ركبتهم. صح. الشركه العالميه دي حقنتها هو يعني الطبيب اللاعب ده حقنها ونتائجه معاها قاعده ميسي. فيعني متخيله بقى لعيب الكوره بالحجم ده يحقن الماده دي. بص يا دكتور يعني هو مش لعيب الكوره بس احنا وصلنا في مرحله قعدتنا الغلط القعده يعني يا جماعه انت لو قاعد لمده نص ساعه من غير ما تتحرك ده بياخد من يعني بيعمل لك خشونه في الركبه بياخد من الماده اللزجه دي. يعني عادتنا السواقه بفتره طويله القعدات في بيتنا واحنا بالساعات ما بنتحركش ساعات يعني وناس بتبقى في ناس كبيره الحركه بالنسبه لها صعبة ده كله بيعمل تآكل في الركبة. فكلنا محتاجين حاجة بتقوله. خلينا ننتقل لتقرير أنا شخصيا بحبه جدا تقرير لفنان كبير عظيم أستاذ هاني شاكر أنا ببعت له من خلال برنامج 7 دكتورز ألف تحية وألف شكر على وجوده معنا حتى لو في تقرير وبنشكره أنه هو بيساعد ناس كتيرة هو اللي طلب أن التقرير ده يعني هو اللي طلب من دكتور سامي أنه هو يعمل معاه التقرير ده لأن هو قال أنا عايزة أساعد الناس كلها وعايزة أنقل إحساسي بالفرحة لكل الناس. خلينا نشوف التقرير ونرجع لكم مرة تانية. الحمد لله يا حبيبي شرفنا النهارده ربنا يخليك يا دكتور سامي انا عايز اسمع حضرتك بقى بتقول ايه لان انت النهارده جاي لي بفضل الله ربنا يخليك حضرتك جاي علشان عايز تقول رساله معينه ودي حقيقه يعني انا النهارده الجلسه الاخيره مع
مع حبيبي والهدية اللي ربنا بعتها لي دكتور سامي لعلاج الخشونة عندي في الركب. النهاردة الجلسة الأخيرة دكتور سامي، التحسن فوق 95%. الحمد لله، الله أكبر، الشفاء من عند ربنا، ربنا يكرمك ويخليك. وده حقك عليا إن أنا أقول للناس بجد، يعني فعلا الطريقة اللي أنت بتعالج بيها دكتور سامي من أنجح الطرق اللي أنا جربتها مؤخرا، وجابت نتيجة وأغنتني عن إن أنا أفكر إن أنا أعمل عملية، ودي كانت بالنسبة لي مشكلة كبيرة. طلوع السلم كمان الله أكبر دلوقتي، والنزول بقى أسهل كتير من الأول الحمد لله. اللي عايزه يكون بقى فعلا نصيحة للأستاذ هاني شاكر، بجد النقلة كبيرة قوي، ربنا يخليك. الحمد لله، يعني أنا الحركة كانت بالنسبة لي في وقت من الأوقات لما جيت لك أنت شفت الحركة بالنسبة لي مشكلة، القوام والقعاد وطلوع السلم والنزول، لا فعلا مشكله. هل فعلا بامانه وربنا هيشهد على هذا الكلام، هل فعلا الحقن مرعب؟ طريقه الحقن وان انا باخد عينه الدم ونحطها البلازما والمساعد الحاجات المجلاتين وحاجات المساعده ليه، هل هو حاجه مسعده جدا في الوقت؟ خالص خالص، ولا الم، زيرو الم. وده الشرطي كان معاك من الاول، قلت لي وانت وعدتني، قلت لي انا البنج اللي بيتحط يعني يا شكل الحقنه قد يكون بيخض. والله ايوه، لكن الحقيقه والله انا لما غمض عيني انا ما حاسس ابدا انت بتعمل ايه، دي حقيقه. انت حريص كده كمان على، لان هو الفكره في ان فعلا دي حقيقه علميه ان الحقن داخل المفصل مش بيوجع، انما الدخول بالابره. احنا عندنا الطرق البسيطه السهله، بنج موضعي مرش بنج وريد بنج موضعي بسن صغنون، والمريض هو بيمشي. طبعا بنبعت من جديد الف تحيه لاستاذنا الجميل استاذ هاني شاكر. اتكلم طبعا باستفاضه وقال ان هو انبسط والحمد لله ركبته خفت، وقلت لي حضرتك حضرت الحفله وكان بيتحرك لمده 3 ساعات زي الفل بعد ما الموضوع كان بيقلمه. لفت انتباهنا قصه ان المريض اللي يبقى عنده الم هو حتى مش عايز يحس بالم الابره اللي داخله يتحقن بيها. ناس كتير ممكن حيثة. تشرح لنا يا دكتور اولا يعني ايه حقن بلازما عشان نطمن اي حد قاعد، انا بتمنى اي حد قاعد بيشاهدنا ما بيتحركش، حاجه كبيره ممنوعه من الصلاه، مش عارفه تصلي اذا كان حاجه او حاجه، او في كمان شباب على فكره في سن صغير دلوقتي بقى الالم عندهم سواء في سلسله الظهر او في الركبه، كله يلتفت للي هيتقال دلوقتي ونعرف يعني ايه حقن بلازما ويعني ايه انا ببني الكولاجين من اول وجديد ويعني ايه انا بعالج الالم. اتفضل يا دكتور. ولو في التقرير بس حاجه صغيره الناس ما تاخدش بالها منها، الاستاذ هاني بيقول انا الجلسه الاخيره. يعني هو ما شاء الله زارني في العياده وناس كانت بتشوفه وتسلم عليه وتتصور معاه 6 مرات علشان كان في خشونه عاليه في الركبه الشمال، الحمد لله اليمين كانت احسن فاستجابه كانت اسرع. هو احتاج 6 جلسات بمعنى اصح. فيعني هو قال الجلسه الاخيره، يعني مش موضوع حقنه وسحر وكده، لا خالص، ده احنا كورس بلازما بنبني الغضروف ليها عوامل مساعده زي ما كنت بقول لحضرتك. احنا بنعتمد على عوامل النمو بتاع جسمنا، بناخد عينه الدم نفصلها في اجهزه واجهزه ودكاتره مخصوصه مسؤوله عن المعمل، عندنا حوالي دلوقتي بقوا 8 أو 9 دكتور في المعمل معاهم الدكتور سليمان علشان يطلع لي بلازما. انا بياخد دم من المريض، حلو كده، الدم بتاعه يعني احنا هناخد البلازما منك انت، مش احنا عاملين تشيك على صوره الدم بتاعته، شايفين نسبه الهيموجلوبين عنده والصفائح الدمويه ومعدل الالتهاب لا قدر الله ولا حاجه. وبعد كده يدخل المعمل بعد ما نفحصه، نقول احنا هناخد كورس بلازما من 3 لـ4 جلسات مثلا، يتسحب له الدم، تعمل البلازما تطلع جاهزه. بنستخدم كل الطرق ان احنا ما نحسش بالوجع، اصل هو المريض جاي متوجع، فانا مش عايز ازود له الوجع كمان. احنا معانا التعيم كويس جدا، كله تحت منطقه التعيم كامله، بنعقم الاول وبنحط كريم اكيد بعدين نحط الزيلوكان سبراي، يبدا يدي جزء تخدير على الجلد، نبدا بعد كده بسن الانسولين البنج تاني الموضعي تاني نحقن، نقدر منطقه سنتي يعني سنتي ونص، غير البنج الخارجي بنحقن كمان جوه كمان بنج داخلي، منطقه الجلد كلها سنتي سنتي ونص بنج كمان. وبعد كده بندخل بالابره البلازما جوه المفصل، بنحقن تاني نوع من البنج ونبدا نحقن البلازما. مفيش احساس الوجع والحمد لله رب العالمين. وده دي حقيقه، لان وانا دايما اقول للمريضه انت قاعده بقالك قد ايه برضه، تقولي قاعده بقالي ساعه ساعتين، قلت لها حد سمعت حد بيصوت او حد خايف او حاجه؟ فالحمد لله هي الطرق معانا على دي الشاشه يا جماعه، بعد ما فصلت الانابيب، انابيب مخصوصه بالمناسبه، الموضوع بقى تكنولوجي عالي جدا وانابيب مخصوصه. بعد ما فصلت البلازما نبدا نسحبها
اكيد بنضيف حاجات طبيعيه برضو يا دكتور مع البلازما. الاضافات اللي هي ممكن حاجة بتضيف اكسجين الاكسجين نشط لو انا عندي العوامل النمو بتاعه المريض محتاجه دفع او حاجه. عشان كده انا بقول البلازما ليها مساعدات كتير جدا جدا. صح. احدثهم الماده الهيالورونيك اسيد اللي هي بالذكاء الاصطناعي اللي بدات تعيش جوه الركبه في زي ما الشركه قالت وجايبه ريبورت وجايبعت لنا كل التفاصيل وعندي كل الاوراق بتاعتهم ان هي هتعيش 3 سنين ان شاء الله. دايما انا اقول كده المريض محتاج السبورت، المريض محتاج الحاجه اللي تخليه ما يحسش بالوجع. احنا مش بنعمل مفصل، احنا بنعيد بناء المفصل بتاع ربنا. صح. ودي نقطه صح. مهمه جدا، ودايما اقول للمريض كده مفصل ربنا ما يتعوضش. صح. انا دايما بقولها وهقولها لحد اخر يوم في عمري، ان انت مهما ركبت المفصل اللي هو الاصطناعي او الصناعي مش هيشيل يعني مش هيشيل في جسمك اكتر من الاساسي اللي ربنا مديهولك. دي حقيقة. ده استحاله، مفيش اي حاجه مش طبيعيه ربنا مديها لنا، مفيش يعني قلدناها استحاله تبقى زي اللي ربنا اديها لنا. لا ما في ناس بتفاجئ. فانا لما يبقى عندي دكاتره بكام جلسه ومعيد للمره الثانيه مفيش كورتيزون يا جماعه، اللي بيحصل ده علاج ألم، وده دكتور استشاري كبير مش قليل، وده طب بيدرس في الجامعات ودوليا علاج ألم، عشان لازم أفصل ما بين دلوقتي والقديم يا دكتور. طبعا. خلينا نشوف تقرير تاني، ولازم أقول إن أستاذ هاني شاكر هو مش بس عمل تقرير، هو رشح ناس كتيرة قوي لدكتور سامي، وهنعرف منه بس بعد ما نشوف التقرير ده ونرجع تاني. من 2018 كان عندي الفقرات تعبيني ورجلي عندي الخشونة، والحاج عندي الخشونة في رجليها الاثنين، تحسن على ايد الدكتور سامي جنديل. من شهر ونص في عز ما انا خلاص استعدت نشاطي ورجعت شغلي والدنيا تمام، وقعت على ظهري، فالوقعة دي تعبتني جدا وحسيت ان انا رجعت تاني لنقطة الصفر. وجيت للدكتور طبعا وحكيت له اللي حصل وقلت له، فقال لي ان احنا هنحقن مره تانية، والحمد لله يعني انا حقنت من شهر بالظبط، وجاي النهارده استشاره، وانا بقول للدكتور ان انا رجعت شغلي وسافرت وبتحرك طبيعي جدا، وشوف يعني مش حاسه ان انا عندي اي حاجه. تعب فظيع الصراحه ما كنتش استحمله، بس جيت للدكتور السنه اللي فاتت في شهر 9 عملت حقن لظهري، وبامانه أقسم بالله إني أول حقنة أنا خدتها بعدين ما حسيتش بأي آلام تاني، رحت التنميلة اللي كنت أحسها في رجلي، وبقيت أعمل أي حاجة عادي، ما بقيتش أحس الآلام اللي كنت بحس بيها في الأول. 15 سنة كمان بشتكي من آلام في ظهري، وكل ما أروح دكتور يقول لي في عملية إن هو يعمل لي الفقرات وكده، بس أنا أول ما حقنت حقيقي مرة واحدة عند الدكتور سامي الالم راح خالص. انا مستغربه بصراحه، وفي ركبي نفس الحكايه، ما كنتش بقدر اطلع السلم خالص. اول ما حقنت سبحان الله، وعماله استنى في الشهر ده كله ان انا احس بالالم اللي كنت بحس فيه، بصراحه يعني ما فيش. ألفات من الناس الحمد لله خفت، سواء كانت في العمود الفقري، في الركبة، في الحوض، في الكتف، مشاكل كتيرة قوي ممكن تنتج عن الألام. يا رب يزيدك من نجاح يا دكتور. خلينا نسألك مين تاني من مشاهير جولك؟ يعني طبعا الفنان حسين أبو حجاج، كان عندي عيادة المهندسين الكابتن عمرو الحديدي بحماته، من الناس برضو الكابتن طريحة كان جاي أخته، كان عندنا في الزميلة دينا رامز كانت مامتها، الفنان هاني مهنا، يعني أسماء كتير. يعني عمرو زكي كلمني، بس هو ظروف حصلت ان هو جاله عقد في السعودية، فقلت له بعته لحد زميل لنا يعني. فهي الحمد لله فكرة الحمد لله. ان الناس الحمد لله هي بتقول لبعضها، هي دي النقطة المهمة جدا، اللي بيحس بارتياح او بيحس بالنتيجة الكويسة بيعرف، لان دايما الواحد بيدور على اللي يقول الخير لزملائه ولحبايبه زي ما بنقول. انا بشكرك ودايما في نجاح، ودايما تكون فنان للمشاهير وفن قصدي دكتور للمشاهير ودكتور لينا كلنا. وبنشكر مع بعض دكتور سامي أنديل استشاري أول علاج الألام وحقن البلازما، وأنا كمان بشكركم.